كده جدا يعني تبقى فخر لينا كلنا كمصريين. طبعا كل اللاعبين كل اللاعبين وكمان يعني سفراءنا اللي بره منورين مصر كده بمساميهم كمان في الدوريات الكبيره. الحمد لله على سلامتكم. انا يعني لسه جاي مجلس البودره دكتور رئيس البودره مبلغ تحياته كان يعني لولا الارتباط كان هيجي يعني برضه لكن انا بني التحيات بشكل كبير جدا وكل صراحه الزملاء في مجلس الوزراء واكيد يعني انتم حاسين باهميه الموضوع. كاس الامم الافريقيه بطوله كبيره كبيره جدا ان شاء الله يكون فيها بذل جهد وبذل عطاء وانا هو وزاره الشباب والرياضه ان شاء الله مع كاس في مكافاه ماليه من الوزاره موجوده ماليش دعوه يعني ايه كبيره صغيره ان شاء الله تكون كويسه غير الحياه العاديه. بقول كده علشان يعني انا عارف ان هو ده مش الهدف الاساسي لكن ده موجود ان شاء الله رب العالمين. بالاضافه الى يمكن النهارده الانتخابات في مجلس لسه بيستلم جديد عشان كده انا يعني ان شاء الله اكون موجودين معاكم بكره وانا هشوف الاجنده بتاعتي لو انت موجود في التدريب برضه هكون موجود معاكم. خلال الدوره هكون في افريقيا موجود مفتاح بس مش هبقى موجود عشان ارتباط مقتدى شباب العالم لكن يعني كلنا كده كل الشعب المصري كلنا وراكم ثقة في منتخب مصر. نقابة الرئيس اللي مهتم جدا بتفاصيل تفاصيل الرياضة وراجل رياضي كبير يعني بيلعب وبيحب الرياضة وطبعا مهتم جدا بتفاصيل فريقنا وبيعرف التفاصيل الكتير يعني ده حاجة مشرفة ان كنتوا تكونوا مواكبين لهذا التطور الكبير جدا. Coach of this team, this wonderful boys that I have here in front of me. One thing I can guarantee to you. طبعا مدرب لك انا اكون مدرب بهذا الفريق الموجود دلوقتي وشايفينه قدامنا يقدر يوعد بحاجه واحده بس. Whatever will happen during the games, I'm sure that you're going to be proud and the people and the fans of Egypt, they're going to be proud of our performance. بصرف النظر عن اللي هيحدث في المباراة المدرب بيقول أنا واثق إن شاء الله إن الشعب المصري والجمهور المصري هيكون فخور بأداء الفريق في المباراة. أنا شايف الأهلي وحضرتك موجودين من يمين وكل الناس شايفة المجهود اللي حضرتك بتعمله فإن شاء الله اللعيبة مركزة ولسه حتى كان لسه بيتكلم من شوية إحنا هدفنا إن إحنا نروح نرجع للكأس فإن شاء الله أنا شايف إن الجيل ده يعني بيطلع كل اللي عنده وعايز يدي كل اللي عنده بالنسبه في الملعب وبره الملعب فاتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل بالسلامه ونسعد الناس ونرجع بالكاس ان شاء الله. يا رب. طيب يعني معلش نوع من التفاؤل يعني ان شاء الله يعني هنقرا كده سوا فتح يعني انا بكره هقعد اتفرج شويه مش تاني على الكل يعني هنقرا سوا فتح كده عشان ربنا يكرمنا يعني. يا رب. ما ينفعش ان انا اروح اتفضل.